زيت زيتون شويه صغيره. اه هندي فلفل حامي اهو على جنب فينزل. وهتاخد هريسه. الهريسه الهريسه نحطها مع في البدايه كده. اه في البدايه عشان انا محتاجها كده. طب حلو ده. آه انا بحطها في هوريكي دلوقتي. ما بحطهاش في البدايه. لا لازم في البدايه عشان الريحه تخش في الزيت بتاعها. مكسوا مع بعض. لما تيجي تنزل الصلصه بتاعتك تمكس. حلو. لكن انا هنزلها في الاخر. ما هي هتنزل هتديني طعم. لكن في زيت الزيتون تدي طعم خطير. أوه. زي التوابل اللي بنحمرها. الحمصة في الاول قبل ما فاهماني؟ تفرق في الاكل قوي. تفرق كتير. اه. واخد بال حضرتك؟ ايوه. طبعا في فلفل وهريسه. هريسه. طبعا غير الفلفل الاسمر فالطبق ده فلفل حراق. المكرونه دي بتبقى موجوده في شرق ايطاليا. بيحبوها جدا الايطاليين الشرقيين. ليه؟ بيبقى الجو عندهم شديد البروده فدي عايزين حاجه. اه طب احنا نعملها في الشتا بقى الوجبه دي. نعملها في الشتا. نخش على العربيات اهو كده. الريحه اظن وصلت اهو. نفس روائح الاكل اللي عندي. انا عايزه اقول لكم. طب انا عاوز اعمل الهريسه دي. اه اعملها ازاي الهريسه دي؟ اه الهريسه دي بتتعمل من الفلفل المكسيكي الاحمر. بجيبه وبعد كده بضربه في الكبه. بنزله معاه خل ملح زيت. كل ده بيتقلب في بعضه. قد ايه زيت يعني؟ قد ايه زيت؟ قد ايه زيت؟ ما هنحمره على قد ما يعني يطفو شويه على 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 موضوع يعني الفلفل بعد ما اتضرب يطفو شويه بس. بحيث ان لما اجي اقلبه يتقلب معايا. واخد بالك؟ واحط لها خل. ادي الهريسه دي. طب تتخزن ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان الخل ماده حفظ. فانا هاجي احط الحاجات دي في برطمانات في الثلاجه. بس كده. خزن معاكي. انا نزلت هنا بزيت الزيتون الهريسه والفلفل. هنزل بالطماطم. اوكي. بس كده حلوه. المقادير كمان معانا على الهواء. بينا عربياتها معانا على الشاشه. اللي عايز يصورها ينقلها. لازم تجربوها على فكره. لا لازم تجربوها دي جميله جدا. تجربوها وتقولوا لنا. ابعتوا لنا على صفحه القناه ستي في ايجيبت كمان الاكل اللي انتوا عايزين تاكلوه. يعني اللي انتوا حابين بتشوفوه بره مثلا في المطاعم الحاجات اللي زي دي. قولوا لنا ايه اللي انتوا حابين نعمله لكم. ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها معانا في البرنامج. طب احنا دلوقتي عايزين نعمل التيست بتاعها. نديها الزيتون. الزيتون ده انا بحبه جدا في الشغل. انا حاسه ده الكيمياء بتاعتي. اه بحبه جدا. ليه؟ بيدي تيست عالي وفي نفس الوقت الناس حباه. بيدي مزازه في الاكل. ايوه كثيرة. ايوه برافو. صح. بيدي مزازه في الاكل كده. طبعا هندي هنا الزيتون اهو. وهندي سن الثوم صغيره اهو. طب يا شيف ما بتاخدش بصل؟ لا ما بتاخدش بصل. البن الارابيات ما بتاخدش بصل. عقبالك ما تتسبك بقى نديها التوابل بتاعتها. بتاخد ايه دي بقى؟ تاخد ملح اهو مش كتير طبعا عشان هنقول ان الزيتون بره مملح فهنقول ايه؟ هنحط شويه صغيرين. طب معيار الملح ايه بالنسبه لللتر؟ بياخد 10 جرام ملح. كم معلقه صغيره؟ معلقه ممسوحه. الجرامات دي معنى لا ما هو اي يعني كيلو مش بعرف يعني 10 جرام ده اللي هو ايه؟ معلقه كبيره ولا معلقه صغيره ولا قد ايه؟ معلقه كبيره ممسوحه بس كده. اه على الكيلو وعلى اللتر بس. طب انا مثلا عاوز اعمل بشاميل بتاع مكرونه بشاميل. فانا بقيس اللتر وبحط له عدد. لو انا احط مرقه بحسب المرقه 5 جرام يبقى ده نص. بحط معلقه شاي صغيره ملح فتعادل معاك الامور. طب انا مثلا هعمل رز اعاير ازاي ميه الرز؟ كل لتر عليه 10 جرام. تمام كده وصلت؟ كده تمام. طب احنا حطينا ملح. فايت المعايير دي برضو بايه؟ اه هنحط هنا فلفل اسمر. فلفل اسمر وحطينا فلفل حلو الاول وحطينا الهريسه. ايوه ما انصحش اي حد غير ان ياكلها. طب هنحط لها كمون وكزبره. اه ده فلفل اسمر وحطينا كمون وكزبره. ادي البهارات وسنه بهارات صغيره برضو بترفع التيست جامد قوي. اه وده العنصر بقى اللي بيخلي المكرونه في حته ثانيه. طبعا احنا عارفين المكرونه الايطالي بتاخد ريحان وارجوانو وزعتر. طب انا دلوقتي ما عنديش ارجوانو. بعدي ما بلاقيش ارجوانو في السوق. عندي زعتر. عندي زعتر. طب ما عنديش زعتر. عندي ريحان.
العامل الاساسي في المكرونات الايطالي الوايت صوص او الريد صوص ريحان جبنه برمجان ريحان اورجوانو زعتر هو ده الايطالي والجبن هم بيلعبوا في الحاجات دي بس كده اه ده بقى حضرتك طبعا احنا انا عامل كرييشن كتير في المكرونه بصرف النظر ان هي ايطالي عاملين بقى كرييشن كتير يعني انا بعمل مثلا المكرونه بالبريدنج دي مش موجوده ايطالي اصلا بعمل وايت صوص فوتوتشيني سوبر كرانشي الترا حاجه اسمها الترا دي بتبقى ثلاث طبقات بيبقى عباره عن طاجن بيتحط فيه بانيه وبعدين مكرونه وايت صوص وبعدين بانيه وبعدين مكرونه وايت صوص وبعد كده البريدنج وبعد كده بياخد صوص جبنه من فوق ده موضوع كبير دي طواجن موضوع لحضرتك دي حكايه دي طب انا عايز اسالك سؤال بقى بالنسبه للصوص اللي احنا بنعمله دلوقتي تفضلي ليه حطيت الثوم كده بعد ما حطينا الصلصه والحاجه ما حطيناهوش ليه مع الهريسه في الاول والحاجات اللي زي دي احطه في السوبر كرانش لان محتاجه في الاول مع البصل احنا هنا مش محتاجين لكن ما حطوش هنا لان كده كده السبايسي اللي فيه مغطي على طعم الثوم فانا لما جيت كسرته بالصلصه تعادل معايا أيوة. ما هي هي اللعبه هنا انا مش عايزه طعم الثوم في الاول هو اللي يبان معايا انا عاوزه في الاخر عشان يديني النفس ايوه عشان اصلا انا قطع الموضوع ده انا لازم اروح اعمل الموضوع ده ده موضوع كبير هنزود شويه فلفل بقى رومي عندنا عشان الشكل العام ده الشكل العام حلو قوي كده كده البنه بتاعتي هنزلها اهو بنه الارابياته اهو وده خلاص فينش